الهدف من هذا التكوين هو أخذ بعين الاعتبار كل الاحتياجات وكل متطلبات المكونين والمسيرين من أجل تكوين نوعي ومن أجل تكوين كمي. هذا المخطط يتمحور على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو مشروع مؤسسة التكوين. مشروع مؤسسة التكوين الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءات المسيرين بطرق إبداعية وبطرق جديدة. المحور البيداغوجي يخص في آن واحد المسيرين وفي آن واحد المكونين. المحور الثالث هو المحور الحرف. الحرف أي أن كل واحد، كل مكون خاص بالمكونين، كل مكون يجب أن يكون من أجل التكوين.